في مؤتمر صحفي مشترك عقده سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني وزير الخارجية مع سعادة الدكتور إبراهيم الجعفري وزير الخارجية العراقي، أكد سعادته أن الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب تأثرت بسبب أزمة الخليج الراهنة، بما يعكس خطورة هذه الأزمة إقليميا ودوليا. أولا هي ليست أزمة صغيرة، عندما يحدث خلاف من لا شيء وبدون أي أسس هذا دليل على أنه إجراء عبثي اللي تم ضد دولة قطر، وتداعياته خطيرة، والآن بدأت تداعياته تظهر على السطح، خصوصا أن هناك تطورات كثيرة في الظروف الإقليمية تبين أن انعكاسات هذه الأزمة على الأمن الجماعي لدول الخليج بدأت يعني تظهر وتطفو للسطح. بالنسبة لهم جهود الدولية في مكافحة الإرهاب تأثرت بسبب هذه الأزمة. وتعليقا على تصريحات بحرينية سابقة، قال سعادة وزير الخارجية إن القرار ليس بيد البحرين وإنما خارجها. بالنسبة لسؤالك لتصريحات ملك البحرين، يعني احنا اولا التصريحات لن تقدم ولن تؤخر بأي شيء. البحرين لم يكن لها لا ناقة ولا جمل، وشاركت في حصار وغيره وغيره، فإذا كان القرار لدى البحرين من الممكن نرد عليها، ولكن نحن نعرف أن القرار خارجها. من جهته قال سعادة الدكتور إبراهيم الجعفري وزير الخارجية العراقي إن بلاده ليست مع عزل أو محاصرة أي بلد، وإنما مع الحوار. احنا مو مع عزل أي بلد، ولعلكم تسمعون الخطاب العراقي في الجامعة العربية، ليس مع إبعاد أي بلد، ليس مع محاصرة أي بلد، نحن مع الحوار حتى مع وجود مشاكل. نعتقد أن مبدأ الحوار وآلية الحوار هو الذي يتسع لكل هذه الخلافات، ويستطيع أن يتجاوز وينتقل بالمنطقة من شاطئ التمزق والابتعاد إلى شاطئ الوحدة. وفيما تستمر دول الحصار في التحريض ضد قطر عبر مختلف الملفات، وفي مقدمتها ما تصفه انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالعمالة الوافدة، جاء الرد على هذه الاتهامات هذه المرة من جنيف عبر قرار مجلس إدارة منظمة العمل الدولية إغلاق باب الشكاوى العمالية المقدمة ضد قطر، وتأكيد المنظمة على الخطوات الإيجابية التي قامت بها دولة قطر والإجراءات التي اتخذتها في سبيل حماية حقوق العمال وتعزيزها. إن دولة قطر تحت القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، تولي أهمية خاصة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق العمالة بصفة خاصة. وفي هذا الصدد فإن دولة قطر تتطلع إلى أن تكون مثالا يحتذى به في اعتماد التزام قانوني وأخلاقي في التعامل مع العمالة الوافدة. وقد رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بهذا القرار، كما وقعت دولة قطر برنامج تعاون فني مع منظمة العمل الدولية يعتبر نموذجا في التعامل مع العمالة الوافدة سيحتذى به في منطقة الخليج.